زلنا في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله مع شاعر أهل البيت الشاعر الأستاذ عبد الله القرمزي، فاستقبلوه محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما عجبي ممن يشح بماله، فكل بخيل ميت بنباله. عجبت لمن قد مر ذكر محمد عليه، وما صلى عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا نسيت فلا تنسى النبي ولا آل النبي، فهم للعالمين علا. أدم صلاتك حبا حين تذكرهم، إن الجميل الذي في حبهم جملا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا ذكر النبي تطيب روحي، وينشرح الفؤاد له حنينا. فذكر المصطفى ينسي همومي، ويسعدني وإن كنت الحزينا. وأنفاسي تطيب إذا أصلي، كأني قد شممت الياسمينا. اللهم صل على محمد. شكى رجل إلى المختار فقراً، فقال الفقر متعبة الرجال. فقال إذا دخلت الدار سلم على من كان فيها من عيالي، ورتل سورة التوحيد فيها، وصل على النبي وخير آلي. فما لبث الفقير هناك إلا قد استغنى ونال كثير مالي. وكم جار له أمسى غنيا بفضل المصطفى تاج المعالي. فإن الله يفتح كل باب مع الصلوات من حال لحالي. فإن شئت الغنى في كل شيء فصل على النبي ولا تبالي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على الرسول. بغيت أقول واحدة بس طلعت عن الإمام المهدي، قلبتها عليه يا مستمعين النظام، ما عليه. يقول إذا ضاقت من الدنيا حياتي، ها وياي لو لا، إذا ضاقت من الدنيا حياتي خرجت من الصلاة إلى الصلاة. تعلمت الرماية من يديها، فما فلتت غزالة أمنياتي. وعدت محملا سمكا وخيرا، ولا وما بخلت بحور توقعاتي. متى غرق المصلي في ضياع، وآل محمد طوق النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من على عينيه بعض غشاوة، إن كنت تطلب للغشاوة بلسما، إن الصلاة على النبي وآله كقميص يوسف عنك تذهب بالعمى. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا رد عيسى الميت حيا، وأبصرت بمسحته عين، تداركها العمى. فلا عجبا لو كان ذاك، لأنه على المصطفى والآل صلى وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل النبي
عقيدتي وتعبدي، ولهم على مر الزمان توددي، والرأي رأيهم علقات مشلحات مملحات، الرأي رأيهم بكل صغيرة وكبيرة أبدا بدون ترددي، وبكل ما جاءوا به أنا مؤمن فيما اهتديت له وما لم أهتدي، فيما أسروا في الأمور وأعلنوا القول مني قول آل محمد. ثانية وثالثة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات ترى حليهم، جيب لكم قصيدة طويلة وسوي روحي شاعر ما أدري ويش وخيالاتي ما أدري وين تروح، نصلي على النبي أحسن. أنا صراحة عندي يعني أقول الشعراء يتبعهم الغاهون، مو عندي أنا عند الله يعني إلا الذين، صاير الموضوع استثناء يا أستاذ ناظر، يعني إحنا مذمومين إلا أن يثبت العكس. زينة، وأنا مراتي يعني خلنا نقلبها سوالف شوي، إحنا نسولف على محمد وآل محمد وخدمتهم يعني. يعني مرات واحد مثلا تقول له مثلا هلا شاعر، قال هلا شوي عر يعني مو شاعر، زو الشاعر شنو يعني شاعر ليكون نبي، يعني مثل خباز عند مهنة، واحد تقول له هذا خبازنا، قال خبيبز، أنا ليش خبيبز بعد خباز، تال الموضوع يعني قصد الشاعر مو مقام بقى. الناس زادة حتى بعض الشعراء يعني يتواضع على أساس أن هذا مقام، ولا أنت أعطيتني مقام، لا هي مي مقام أتوقع يعني أنا في عقيدتي، شعر بروح مذمة ومسبة. أتذكر مرة يعني سالفة خاصة علينا من إحنا لا يعني شو اسمه، لأن أنا لازم أسجل بعض المواقف يعني في بعض المواقف قضايا وسوالف مال شعراء يمكن ما حد يعتني بها، لكن خلنا نجيبها لحفظ بعض الحقوق. سماحة الشيخ علي الفرج حفظه الله ورعاه وأعزه الله، طبعا في عنده قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وآله: أهرقت قافيتي إليك شرابا وحسبت أنك تعشق الأكواب، خوفي بس يقطعون هذا المقطع يقول هو هكو قالها نسبها لروحه بالغلط. أخواننا الأحبة اللي منتجون وكذي كتبوا اسمي على القصيدة خطأ يعني من قبل 14 سنة، وأنا طبعا شيخ علي أحبه ويحبني ومعارفة وكل شيء وعارفين بعض، ومن صارت هالخطأ نشروها في التلفزيون، نشروها في التلفزيون. زين زين، بعد مين قصيدتي أنا والموضوع خلاص راح في التلفزيون. بعد رحت للشيخ علي وشفته قلت له ترى شيخ إليك الثواب ولي الخرطي ولي الإهرار ولي الأسماء ما لها معنى، يعني هاكل جماعة غلطة وكذي وخطأ بعد ما يتصلح راح. زين انتهى الموضوع، طافت عليه 14 سنة. زين بعدين عقب 14 سنة في ناس بعد يحبون يعدلون الأخطاء جزاهم الله خير يعني، فسووا مقالة كذي على أن كذا كذا كذا، هذه هي قصيدة في الرسول طبعا بالمناسبة، احنا حديثنا عن الرسول وحفظا للحقوق، فكانوا يقولون هي مي قصيدة فلان قصيدة علان، بس يعني كانت شوية اللغة قاسية وفيها يعني تدي سطو هكو فلان سطع على قصيدة كذا، يعني فيها شوية كلام قاسي. بس اللي شدني في الموضوع انه يقول بما معناه على يعني الحديث يجر الحديث انه يدعى يدعي انه شاعر، انا اقول في قلبي وشاعر شنو يعني شاعر، هي هاي اللي تبى تسلبها من الواحد الشاعر، حي الله واحد ذم القرآن يعني في النهاية، لو قلت شاعر كانك سبيتني انت ما اعطيتني مقام. على كل حال صلوا على محمد، اللهم صل على محمد. انا ما يهمني في هذا الموضوع يعني من ان انا اثبت حق سماحة الشيخ علي الفرج في قصيدته اللي القاها سماحة الشيخ حسين الاكرف وانشدها، هذه وهو قصيدة ها كتبتها يعني 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 دونت هذا الموضوع وأعلنته، وحين شفهياً وتلفزيونياً أقول قصيدة لسماحة الشيخ علي الفرج حفظ الله. وأين أنا من شيخ علي الفرج؟ هذا الشيخ العملاق الكبير المؤمن الرائع، قصيدة أكبر مني يعني ما أدعيها لنفسي. على كل حال نصلي على محمد، يعني الحين بعد بأبيات شعرية نروح، فيكم يعني حماس الصلوات؟
يقول يعني في حديث يقول يعني بما معناه طبعا ما أحفظ الحديث، أن الرسول ليلة أسري به وعرج به إلى السماء، أيوة وش صار؟ شاف أحد الملائكة يعد يحسب، شو سوي؟ قال أحسب قطرات المطر. يا الله، يعني شنو قطرات المطر؟ من هو منكم يقدر يحسب قطرات المطر؟ شيء كثير. فكأنما بدأ يعني استغراب على رسول الله وقال ليه مثلا شيء بهالمعنى أنه ما شاء الله. فكذا قال ما أعجزني، بما معناه الملك يقول ما أعجزني حساب قطرات المطر، أعجزني قوم يجتمعون فيذكرون محمد وآل محمد يصلون عليهم. اللهم صل على صلي يا ربي على أحمد خير الرسل، شجعوني، وعلي وعلى الأطهار من آل علي، صلوات الخلق في الميزان خير العمل، ولمن صلى عليهم تستجاب الدعوات. اللهم صل على محمد راحة القلب وكفارة ذنب المذنب، وبها كل دعاء صاعد لم يحجب، طيبوا أفواهكم طيبا بذكر الطيب، طاب ثغر صادح بالباقيات الصالحات. اللهم صل على محمد كلما صليت تزداد عروجا كلما، فهي حبل الله في الأرض لبطنان السماء، وخليل الله قد صار خليلا عندما لرسول الله قد أكثر من ذكر الصلاة. اللهم صل على محمد تذهب الأحزان من ذكر الحبيب المصطفى، يفرج الهم به والآل ينبوع الصفا، وكفى الله الذي صلى عليهم ما كفى، وبها الحاجات تقضى وتنال الأمنيات. اللهم صل على محمد. هذه الحين أربعة أبيات وصلوات، فيكم شدك كل بيت صلوات؟ ها يلا خذ واحدة ثانية طريقتها، كل بيت صلوات بس أول بيتين. هذا الذي قد جاء في الأخبار في فضل من صلى على المختار، صلاة من صلى على العدنان أثقل ما يوضع في الميزان. اللهم صل على محمد. وإن من صلى عليه مرة صلى عليه الله ألف مرة. اللهم صل على محمد. صلوا عليه وعلى الآل معا، فبالصلاة يقبل الله الدعاء. اللهم صل على محمد. تتعبون؟ أنا ما بتعب. تتعبون؟ كل دعاء تحت ستر الحجب، حتى يصلي من دعا على النبي. اللهم صل على محمد. من لم يجد لذنبه كفارة، ذكر النبي منتهى الطهارة. اللهم صل على محمد. قال النبي وهو فخر السادة، ذكري وذكر حيدر عبادة. اللهم صل على محمد. وإنما البخيل كل البخل، من ذكر الهادي فلم يصلي. اللهم صل على محمد. صلاتنا لهمنا انفراجه، وإنها قضاء كل حاجة. اللهم صل على محمد.
إن الصلاة للسماء بضاعة جزاؤها في المحشر الشفاعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكل من صلى ودق بابه كانت إليه دعوة مجابة. اللهم صل على محمد. طبعا القصيدة طويلة واكتفي بهذا المقدار في الصلوات إن شاء الله، ونروح إلى مقطع آخر إن شاء الله ما يكون طولت عليكم. الحين عندي قصيدة اللي هي قصيدة المناسبة بعنوان مسك النبوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدي حبيبي يا رسول الله، روحي إليك حبيبي سابقت قدمي، أسرج هواك وأخرجني من العدم. أنت الطبيب الذي أشكو مودته من شدة الحب لا من شدة الألم. بكم تداويت من حب ومن وله، إن كان صح تداوي السقم بالسقم. ما بين كاف ونون قد علقت بكم، مؤرجحا أنا بين اللوح والقلم. فكلما اقتربت روحي لك احترقت فراشة عذبتها روعة النسم. وكلما أبعدتني شقوتي شعرت بقسوة الفرق بين النور والظلم. أرجع بضربة فأس فطرتي فأنا قد جف صلصال أهوائي على صنمي. واجمع بلطفك أجزائي وذاكرتي، اقرأ بربك وارجعني من الصمم. أعد صياغة روحي من مياهك مما شع منك من الأنوار والشيم. في داخلي من بلال ما يفوق على شوق التحرر في الدنيا لدى الخدم. في داخلي من بلال ما يفوق على شوق التحرر في الدنيا لدى الخدم. خذني إليك أذانا نظرة رئة أذنا، ولملم بمحراب الهوى نغمي. فالقلب في طرب والروح في هرب، والعين في سقم في خير مبتسم. قالوا طربت فقل قالوا طربت فقلت الشوق أطربني، قالوا شربت فقلت الحب دون فمي. قد هزني لمن أحداقه شغف، حسب المنى هزة للطيب والكرم. محمد قامت الدنيا وما قعدت له، ولولاه دين الله لم يقم. تجلو الأمانة من معناه روعتها، والصدق في قوله نار على علمي. دانت له رحمة الدنيا فكان بها على امتداد البرايا رحمة الأمم. بكفه راية التوحيد خافقة، ومن معاليه فاضت سورة الهمم. الأرض من قبله بالجهل قاحلة، وقد تفجر ينبوعا من القيم. محمد سورة الحمد التي ابتدأت بميم مبسمه الهادي لكل عمي. محمد حاء ميم الذكر، ما سجدت لله لولاه من عرب ومن عجمي. محمد لا يليق المدح مكتملا إلا لدوحته الفرعاء بالنعم. ومن يراه يرى القرآن في بشر يمشي على الصدق لا يمشي على قدمي. أخلاقه كعب
محبة طاف الجمال بها وحبه كصلاة داخل الحرم. اللهم صل.